بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه، وبعد. إخواني الدارسين والدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم دكتور محمد عبد العاطي عباس، أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية. المادة التي سنقوم بتدريسها هي مادة العقيدة إن شاء الله. وفي البداية ينبغي أن أؤكد لكم على عدة نقاط قبل الدخول في المادة العلمية. أنتم تعلمون أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهيأ هذا الكون وسخره للإنسان. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. من هذه الآية والتي قبلها يتبين لنا أن الله عز وجل خلق هذا الكون وأعده لاستقبال الإنسان، وذلك أن الإنسان خليفة الله في أرضه. هيأ هذا الكون له، وأصناف الوجود يخدم بعضها بعضا، لكن مجموعها يخدم الإنسان. فجميع أصناف الوجود من جماد ونبات وحيوان خادمة للإنسان، وذلك لينهض لمهمته التي خلقه الله من أجلها، وهي مهمة الاستخلاف والإعمار والعبادة. وكمال النفس الإنسانية في قوتها الإدراكية إنما يحصل بمعرفة الأشياء على ما هي عليه بقدر الطاقة الإنسانية. معنى هذا الكلام أن النفس الإنسانية لها كمالات عدة، فلها كمالات عقلية، ولها كمالات وجدانية، ولها كمالات روحية، ولها كمالات إدراكية. فكمالاتها الإدراكية وكمالات النفس العقلية يرجع إلى مدى معرفتها بما حولها من موجودات. هذه المعرفة هي التي ميزت الإنسان عن سائر خلقه جل وعلا، فالله خلق الإنسان علمه البيان. يعرف الأشياء على ما هي عليه بقدر طاقته الإنسانية، والمعارف متكاثرة والمعارف متنوعة ومسائلها تجل عن الحصر. اقتضى حسن التعلم وحسن التحصيل لهذه المسائل أن يقوم العلماء والباحثون بضبط هذه المسائل عن طريق جمع هذه المسائل التي تشترك فيما بينها في أمر ذاتي أو أمر عرضي، ووضعها تحت علم معين مستقل
يمتاز في نفسه عن غيره من العلوم التي هي بدورها تندرج تحتها مسائل متشابهة ومشتركة إن في الذات أو في العرض. معنى هذا الكلام أن مسائل العلم متعددة ومتكثرة، ولكي يحصل الإنسان عليها لا بد من أن يصنفها، ولا بد من أن يضعها في حزم مختلفة. فجاء على المسائل المشتركة في الذات أو المشتركة في العرض، أي المسائل التي تدخل في الحقيقة والماهية، أو المسائل التي تكون خارجة عن الحقيقة والماهية، المهم تكون متشاركة متشابهة، فجمعها تحت صنف واحد أو تحت علم واحد، ووضع لهذه المسائل اسما معينا للعلم. من هنا وجدنا علوم العلوم الإنسانية، وجدنا العلوم الطبيعية، وجدنا العلوم الطبية، وجدنا العلوم الرياضية، وجدنا العلوم العقلية، وجدنا العلوم الشرعية. هذه العلوم وهذه التصنيفات إنما كان ذلك نتيجة أن المسائل متكثرة، مسائل العلم متكثرة، فالعلماء قاموا بجهد كبير في جمع المسائل المشتركة في الذات أو في العرض ووضعوها تحت مسمى واحد، فوجدنا علم الحديث، وجدنا علم التفسير، وجدنا علم العقيدة، ووجدنا علم الأحياء، ووجدنا علم الطبيعة، ووجدنا علم الكيمياء، ووجدنا علم الرياضيات، وهكذا. إذن فكل علم تميز بمسائله، وتميز بموضوعه، وتميز بحده، بتعريفه يعني. ولذلك العلماء قالوا لكي يكون العلم علما لابد من أن ينشأ على مبادئ محددة، هذه المبادئ هي المكونة لذلك العلم. والمتعلم أو الباحث أو طالب العلم إن حصل بعضها فبها ونعمت، وإن حصلها كلها فذلك فضل من الله ونعمة. فقال العلماء مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبته والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفي، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه هي مبادئ العلم 10. الطالب إذا حصل بعضها كان بها ونعمة، وإن حصلها كلها فذلك فضل ونعمة. قلت ما دامت العلوم قد اندرجت تحتها مسائل لا حصر لها، ولكن هذه المسائل مشتركة ومتشابكة ومتشابهة، فوضعت تحت عنوان معين سمي به ذلك العلم بهذا المسمى وتميز به عن غيره من العلوم، فوجدنا علوما كثيرة، ومنها العلوم الشرعية. العلوم الشرعية نوعان: علوم مقاصد، وعلوم وسائل أو علوم أدوات. علوم المقاصد هي العلوم التي تقصد إلى خدمة النص الديني، إلى خدمة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى خدمة الكتاب والسنة، وهذه تسمى علوم المقاصد. يأتي في ذروة هذه العلوم علم أصول الدين، وأيضا علم أصول الفقه، ثم بعد ذلك يأتي علم التفسير، وعلم الحديث، وعلم الفقه. هذه العلوم تسمى علوم المقاصد. ثم بعد ذلك تأتي علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة وغير ذلك، هذه العلوم تسمى بعلوم الوسائل أو علوم الأدوات، أي لا بد منها لفهم النص الديني. فعلوم المقاصد هي العلوم التي قصدت إلى فهم النص الديني،
وعلوم الأدوات والوسائل هي العلوم التي استخدمت لكي نفهم النص الديني، ولا يستغني عنها علم من هذه العلوم، أعني علوم المقاصد. فعلوم الوسائل لا يستغني عنها أي علم على الإطلاق. نحن نعلم أن الله تعالى لما خلق الإنسان وأوكل إليه مهمة الاستخلاف لم يتركه، بل من عليه برسول أو برسل متعددة لا يمكن حصرها ولا يمكن عدها، لأن الله قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فرسل الله حبل الله ممدود منذ أن خلق الله آدم وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الله على البشرية بالرسل ومن عليهم بالرسالات، وأنزل إلى هؤلاء البشر كتبا فيها بيان لمراد الله من خلقه، ما يحتاجه الإنسان موجود في الكتب المقدسة، وما يريده الله من الإنسان موجود في الكتب المقدسة. ثم جاء مسك الختام وسيد التمام، سيد ولد عدنان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل معه القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن الكريم 6236 آية، هذه الآيات على كثرتها متنوعة، ففيها أخبار وفيها مسائل عقدية وفيها مسائل تشريعية وفيها أحكام وفيها قصص وأخبار وفيها عقوبات وفيها أمور كثيرة. من هنا كان لخدمة آي القرآن الكريم وضع لكل صنف من الآيات علم يدرسها وعلماء يعكفون على خدمتها. فوجدنا الآيات العقدية علما مستقلا له يخدمه، وهو علم العقيدة، وعلماء يعكفون على دراسة هذه الآيات دراسة عقدية، ويقيمون الأدلة والبراهين العقلية على صحتها، ويرشدون المسترشد بإيضاحها، ويلزمون المعاند بإقامة الحجة عليهم وتثبيتها في قلوبهم إن أرادوا أن يكونوا من أهل الإيمان. وكذلك من اهتم بمفردات الألفاظ، وهناك من اهتم بالجمل، وهناك من اهتم بمعاني الآيات، وهناك من اهتم بالأحكام العملية المستنبطة من هذه الآيات، وهناك من اهتم بالقواعد الكلية والأدلة التي تنبثق منها الأحكام العملية. من هنا وجدنا علم أصول الدين وعلم أصول الفقه وعلم التفسير وعلم الفقه وهكذا. فالقرآن الكريم تبيان لكل شيء، والقرآن الكريم أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فخدم النص القرآني من علوم شتى، وعلم العقيدة يحتل من العلوم الشرعية ذروتها، ربما كان ذلك لشرف موضوع ذلك العلم، فهذا العلم يبحث فيما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تعالى، وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الرسل، ويبحث في مسائل الغيبية التي أتى بها النص الديني، والتي تسمى بالأمور السمعية من
الموت والميزان والصراط والحساب والبعث والنشور والجنة والنار وثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار إلى غير ذلك من مسائل. وهذا العلم يأتي في ذروة العلوم الشرعية من أجل ما ذكرت ومن أجل أمور أخرى، فهو علم يبحث في المسائل العقدية المستنبطة من الأدلة اليقينية، والأدلة اليقينية الكتاب والسنة، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما أورده الإجماع، والإجماع إجماع نقل وليس إجماع عقل، ولأنه أيضا علم يبحث في المعلوم من حيث إثبات العقائد ووسائلها، والمعلوم هو الموجود سواء أكان قديما أو حادثا، والمعدوم سواء أكان مستحيلا أو ممكنا، ولأنه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية، ولأنه أيضا ينقل المسلمين الموحدين من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان، ولأنه يرشد المسترشدين بإيضاح المحجة لهم، ويلزم المعاندين بإقامة الحجة عليهم، ولأن بهذا العلم تحفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين، ولأنه الأصل الذي تبنى عليه العلوم الشرعية، فإذا لم تثبت عقيدة في الله ورسوله فلا يتصور علم التفسير ولا علم الفقه ولا علم أصول الفقه ولا غير ذلك من العلوم. إذن فموضوع هذا العلم، وهو أعني علم العقيدة والذي نحن بصدد الحديث عنه، يتلخص في أقسام ثلاثة، أو جماع موضوع هذا العلم مسائل ثلاثة كبرى، هي الإلهيات والنبوات والسمعيات. الإلهيات تتحدث عما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله عز وجل، وفيه حديث عن الصفات الإلهية وعن غير ذلك، وأنا أعلم أنكم قد قمتم بدراسة هذا القسم من علم العقيدة في العام الماضي. نحن إن شاء الله سنتحدث في هذا العام عن القسم الثاني، وهو النبوات. وبداية، لماذا يوجد نبوات في العالم أصلا؟ لماذا يوجد أنبياء؟ ما حاجة البشر إلى النبوة؟ ما حاجتهم إلى وجود نبي؟ ألخص الكلام تلخيصا فيما هو آت. الله عز وجل كما ذكرت لكم في بداية المحاضرة، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وسخر له ما في الكون. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وسخر ما في الكون لهذا الإنسان كما بينت لكم في بداية هذه المحاضرة، وأوكل إليه مهمة الاستخلاف والإعمار والعبادة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو الذي خلقكم من الأرض واستعمركم فيها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. كيف ينهض الإنسان لأداء هذه المهمة الثقيلة والكبيرة، والتي أبت الجبال والسماوات والأرض أن يحملنها؟ الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها،
وحملها الإنسان. هذه مهمة ثقيلة، فكيف ينهض الإنسان لحملها؟ وما وسيلة معرفة طرق العبادة؟ الله خلقنا لعبادته، فكيف نعبد الله عز وجل؟ ما هي الوسيلة التي نعرف بها مراد ربنا منا؟ وسائل الإدراك في الإنسان حسية، وسائل الإدراك فيه إما أن تكون الحواس وإما أن يكون العقل. والحواس تدرك ما هو محسوس، والعقل ينبني على الحواس ومحدود أيضا. فكيف يدرك عالم الغيب؟ كيف يدرك مراد الرب؟ إنه لن يستطيع ذلك. ونحن نعلم أن الغيب لكي نعلمه لا بد من أن ينبئنا عن نفسه. نحن لن نستطيع أن نلجه بعقولنا ولا أن نخترقه بأعيننا وأسماعنا، بل إن الغيب ذاته هو الذي يجب علينا نحن أن ننصت إليه إذا ما أتانا، فهو الذي ينبئنا عن نفسه. ولو ضربنا مثلا بسيطا، أننا الآن نجلس في غرفة مغلقة وطرق الباب طارق، فأنت لا تعرف من الذي طرق الباب، أهو رجل أو امرأة، أهو من أهل بيتك أو غريب عن البيت، أهو إنسان أو غير إنسان، أنت لا تعرف إلا أن طارقا يطرق الباب. فلكي تعرفه فلا بد أن يدخل ذلك الطارق، فأنت تقول له أدخل، فإذا دخل فقد رأيته، فإذا رأيته عرفته، لكنك عرفت الظاهر فقط، عرفت شكله، عرفت جسمه، عرفت ملبسه، عرفت هيئته، لكن أنت لازلت لا تعرف عنه شيئا، لأنه غيب بالنسبة لك. فتقول له تكلم. لماذا يتكلم؟ يتكلم لا لكي تستمع إليه، ولكن لكي تراه. والعرب يقولون للساكت الغريب تكلم حتى نراك، تكلم حتى نراك. لماذا؟ لأن المرأة مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم أفصح. إذن فالغيب لا بد من أن يطرق بابنا، ولا بد من أن ينبئنا عن نفسه، من ثم نحن ندرك عظمة الله عز وجل ونعمه التي غمرنا بها. ومن بين تلكم النعم من الله علينا بأنبياء وبرسل عرفونا مراد ربنا منا، عرفونا كيف نعبد الله على حق، عرفونا من هو الله جل وعلا. فأرسل الله إلينا رسلا مبشرين ومنذرين، أرسل الله إلينا رسلا وأنزل معهم كتبا. هذه الكتب تشتمل على أخبار ينبغي أن نصدقها، وعلى أوامر ينبغي أن ننفذها. إذن فنحن في حاجة إلى الرسول، وإلا فكيف نعبد الله؟ كيف ننهض بمهمة الاستخلاف في الأرض؟ نحن لسنا كأي كائن خلقنا من أجل أن نذبح أو أن نؤكل أو أن يتجمل بنا الكون. نحن خلقنا لله. يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك، وخلقتك من أجلي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. فالله كرم الإنسان، والله من على الإنسان بعقل داخلي وبرسول خارجي وبكتاب سماوي وبتعاليم إلهية، لأن الإنسان ذو قدر عند ربه، لأنه خليفته، ولأنه خلق لمهمة جليلة عظيمة، وجعل مختارا يختار بين البدائل، وجعل حرا في أفعاله. غيره من الكائنات مسخرة ومذللة، لكنه هو حر مختار في فعله. فمن الله علينا بهؤلاء الرسل، فكان لابد من هذا الرسول، والبشرية تحتاج إليه. الأمر الثاني هو أن الإنسان في طبيعة تكوينه ليس ككل الكائنات،
الإنسان في طبيعة تكوينه ذو طبيعتين، طبيعة جسدية وطبيعة روحية، فالإنسان مكون من جسد وروح. الجسد مخلوق من التراب، أصله من التراب، أما الروح فهي نفخة إلهية وقبسة علوية. الجسد مرئي ومحسوس، والروح ليست مرئية وليست محسوسة، ولا نعرف كنهها، ندرك آثارها، لكن ما هي الروح لا نعرفها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الجسد له غذاء وله دواء، يجب أن يتغذى، ويمرض فلا بد أن يكون له دواء. فغذاء الجسد ودواء الجسد من أصل خلقته وهو التراب، غذاؤه محسوس وغذاؤه من التراب، ودواؤه محسوس ودواؤه من التراب، لأن الجسم محسوس. أما الروح فأيضا تحتاج إلى غذاء وتحتاج إلى دواء. وإذا كانت الروح مصدرها إلهي، وإذا كانت الروح غير مرئية، فلا بد أن يكون غذاؤها ودواؤها من قبل العلي، ولا بد أن يكون الغذاء والدواء غير مرئيين. هذا الغذاء وهذا الدواء يتمثل في الدين، يتمثل في الشرع، يتمثل في تعاليم الأنبياء، يتمثل في الكتب المقدسة. ولذلك الله عز وجل يصف القرآن بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لم يقل وكذلك أوحينا إليك كلمات أو ألفاظا، وإنما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن نستطيع أن نجمل الحاجة إلى النبوة أو الرسالة فيما يلي: أولا أنهم أي أن الأنبياء والرسل يأتون بما لا تستقل العقول بمعرفته أو إدراكه، ويبينون لنا ما يجب لله من الصفات الإلهية والكمالات التنزيهية وصفات الكمال وصفات الجلال، ويبينون لنا الأمور السمعية. فإن العقل لا يستطيع على الإطلاق أن يدرك شيئا من الأمور السمعية. ثانيا، الناس في حاجة إلى شرع يحتكمون إليه، والشرع لا يتأتى إلا عن طريق الأنبياء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما وضع لنفسه قانونا، فإن هذا القانون لا بد أن يكون فيه ثغرات، ولا بد أن يكون ناقصا، لأن الذي وضعه بشر، والبشر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، والبشر لم يؤتوا من العلم إلا القليل، والبشر لا يعلمون عواقب الأمور. من أجل ذلك فإن البشر مهما كان علمهم ومهما بلغت حكمتهم، إذا ما أرادوا أن يضعوا قوانين لأنفسهم، قوانين اجتماعية لأنفسهم، فإنهم لن يستطيعوا أن يضعوا قانونا محكما من كل جانب. ولذلك تجد القوانين فيها ثغرات كثيرة جدا، وأن القانون يشرع الآن ثم يلغى بعد أوقات أو بعد أيام أو بعد شهور لما تبين من عواره. من أجل ذلك كان الشرع هو الأساس، والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكان الشرع هو القانون الإلهي الذي ينظم العلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان وأسرته، وبين الإنسان ومجتمعه، وبين الإنسان والكون، وبين الإنسان والحياة.
فكان لابد من شرع يعرف الإنسان مراد الله منه، والشرع لا يتأتى إلا عن طريق نبي، فكان لابد من وجود أنبياء، فلابد إذن من الحكم بجواز إرسال الرسل. وصاحب جوهرة التوحيد الإمام اللقاني يقول في جوهرته: ومنه إرسال جميع الرسل، فلا وجوب بل بمحض الفضل، لكن بذا إيماننا قد وجب، فدع هوى قوم بهم قد لعب. هذا ما وددت أن أجمله في حاجة البشر إلى الرسالة. إذن فما معنى النبي والرسول والنبوة والرسالة؟ النبوة اختصاص عبد بسماع وحي شرعي ولم يؤمر بتبليغه، والرسالة اختصاص عبد بسماع وحي شرعي وأمر بتبليغه. الوحي من الله عز وجل، يختص الله به أحدا من عباده، إما ليبلغه فور مجيئه إليه، وذلك لا يكون إلا لرسول، وإما ليكون أسوة سلوكية في نفسه وعلامة على الطريق المستقيم وسيرا على هدي رسول آخر، وذلك في النبي. إذن فالنبي هو إنسان حر ذكر من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بالتبليغ. أما الرسول فهو إنسان حر ذكر من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ. لكن قبل ذلك، لماذا سمينا ذلك الواسطة الذي نقل إلينا الوحي؟ لماذا سميناه نبيا؟ لماذا سميناه رسولا؟ كلمة النبي هي في اللغة العربية يعني مادة متجذرة في اللغة العربية، فليست معربة عن لغات أخرى. هي تارة تأتي بدون همز فتقول يا أيها النبي هكذا، أو تأتي مهموزة فتقول يا أيها النبي اتق الله مثلا. فإذا جاءت بغير همز أعطت معنى، وإذا جاءت مهموزة أعطت معنى آخر. إذا جاءت بغير همز تكون مأخوذة من النبوة أو من النبي، والنبوة هو ما ارتفع من الشيء، ونقول على الأرض المرتفعة نقول عنها ربوة أو نقول عنها نبوة، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. والمناسبة واضحة، فإذا كانت النبوة أو الربوة مرتفعة عن الأرض إلا أنها من جنسها، فكذلك النبي هو من جنس البشر لكنه مرتفع عن البشر بالنبوة، مرتفع عنهم بالرسالة. ولذلك نقرأ قوله تعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلا وقف عند كلمة مثلكم، بل لابد أن تقول يوحى إلي، لأنه مرتفع عن طور البشرية بالوحي والاصطفاء. فالمناسبة واضحة بين كلمة نبوة وبين النبي، وأيضا مأخوذة من النبي، والنبي هو الطريق الموصل إلى غاية، وكذلك الرسول فهو الطريق الموصل إلى رب العزة جل وعلا وإلى ما يريده الله منا في هذه الدنيا لنسعد بتنفيذ مراده منا في الآخرة. إذن فكلمة النبوة مأخوذة من النبوة أو من النبي،
ومأخوذة من النبأ أيضا إذا كانت مهموزة، والنبأ هو الخبر المهم. نحن نستمع مثلا إلى نشرة الأخبار، نقول نشرة الأخبار، هذه النشرة فيها الأخبار المهمة والأخبار الغير المهمة، فيها أخبار سياسية، فيها أخبار اقتصادية، فيها أخبار رياضية، فيها أخبار اجتماعية، ففيها تجمع أخبارا كثيرة. لكن بعد لحظات يأتينا موجز الأنباء، فالأنباء هي أخبار مهمة، كذلك النبأ. النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خبر مهم، وأي خبر أهم من خبر الله عز وجل، وأي أمر أهم من أمر الله عز وجل. فجاء إلينا الخبر فصدقناه، وجاء إلينا الأمر فنفذناه. وكلمة الرسول من الرسالة، والرسالة أمرها معروف، جاء برسالة محددة، فهناك علاقة بين المرسل والمرسل إليهم والرسول. فالرسول مبشر ونذير، إن أنت إلا نذير، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إذن فهذا هو الدلالة اللغوية لمعنى النبوة والرسالة. وقلت الدلالة الاصطلاحية هو ما ذكره العلماء من أن النبي هو إنسان حر ذكر من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. فهذا في الرسول، يعني أمر بالتبليغ لأنه رسول. أما النبي فهو بالخيار، إن شاء بلغ وإن لم يشاء لم يبلغ، وهذه مسألة خلافية عند علماء الكلام. نكتفي بهذا القدر، وريثما نلتقي نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.